تكتل القوى الديمقراطية عنه يرفض كل الرفض هذه الإصلاحات اللا دستورية اللي عدل المجلس اللي عدلت الحكومة وعدل محمد عبد العزيز، متشبه بالعلم الوطني علم الاستقلال، متشبه بالنشيد الوطني نشيد الاستقلال، متشبه بمجلس الشيوخ برئاسة الشيخ الحنن، متشبث بكل ما يخدم المصلحة الوطنية، ورافض للرفض التام للي يقوم به الحكومة واللي يقوم به محمد عبد العزيز فيما يتعلق بهذه الثوابت الحقيقية.